إلى مدام هاشم على مطعم هاشم. بخير شكرا. وأنت؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكر فضله. من وين أنت؟ أي بلد؟ من النمسا. أهلا وسهلا. شكرا. كيف شايف الأردن؟ الأردن حلو جدا. جميل. نعم. شو تعلمت من اللغة العربية؟ تعلم في مركز اللغات منذ 3 أسابيع. كيف شايف في فائدة من استفدت من اللغة العربية بالمركز ولا؟ ودرست أيضا في فيينا في نمسا في جامعة. برضو عربية؟ نعم. ما شاء الله. ومن وين أنت؟ أنا من منطقة صويلح، من عمان، من صويلح. واسمي محمد عدنان محمد عليان. والحمد لله مسلم. انا مسيحيه. اهلا وسهلا، كلنا اخوان ان شاء الله. يعني بتاخذ عربي ولا في الاردن؟ لشهر. شهر؟ نعم. ان شاء الله استفدتي. بس انا ابقى هون حتى حزيرة. ثمان شهور. ان شاء الله. اللغة العربية صعبة ام سهلة؟ صعبة. صعبة جدا. نعم. شو الاشياء اللي تعلمتيها بالعربي؟ كل شيء ولا اشياء معينة؟ كل شيء. كل شيء بالعربي؟ بس بالفصحى طبعا، كله بالفصحى. باللغة العربية الفصحى. نعم. مش باللغة العامية الدارجة. كمان شوي عامية، بس عامية. ان شاء الله. شوي بتتقنيها ان شاء الله. هل انت متزوجة؟ لا. ليست متزوجة. كم عمرك؟ 22. 22، ان شاء الله العمر كله. طب ببلدكم ما بعلموك العربية؟ ما في مراكز للتعليم عربية؟ بس جامعة و نعم كمان مركز اللغات. في مراكز لغات؟ نعم في النمسا. يعني مراكز لغات زائد الجامعة. طب ما أفضل اللي هون مع العرب تعلميها ولا ببلدك؟ أفضل في مركز اللغات وفي جامعة. طلاب لا يتحدثون العربية كثير. أماكن يكون الاختلاط مع ناس تحكي عربي باستمرار. وين مقيمة؟ وين ساكنة؟ بعمان؟ في شارع رينبو. شارع رينبو جبل عمان. نعم. لفيت عاد في عمان مناطق شفتي معالم سياحية أو مناطق لفيت عليها شفتيها؟ نعم زرت الدرج والقلعة وكل إشي في وسط البلد. لفت وسط البلد لفتيها، شفت المناطق الاسواق والاشياء الاثريه وسط البلد. بترا والعقبه وكرك. زرت البتراء والعقبه؟ نعم. ان شاء الله. جرش؟ جرش. والعيش بالاردن تاقلم مع الشعب الاردني؟ نعم عندي اصحاب اردني و في مساء. عندك أصدقاء عرب أردنيين تتحدثين معهم العربية؟ أصدقائي عربي. نعم. الأكثرية عرب؟ نعم. إن شاء الله تستفيدي منهم
نتحدث معهم. يا نعم. الحمد لله. كم الأجرة؟ الأجرة دينار 25. دينار 25. دينار 25 قرش. شكرا لك. تفضلي. شكرا. احنا الان بوسط البلد عند مطعم هاشم اللي هو اسمه طلوع الخيام. تفضلوا. شكرا. يعطيك العافيه. مع السلامه. شكرا جزيلا. هذا اسمه طلوع الخيام، شارع الخيام.